для всего функционирующего и развивающегося التي قامت هذه الدول ببنائها كذلك في هذا الحين تتسع العلاقات الاقتصادية وعلاقات التعاون مع دول أخرى في مختلف أنحاء العالم حيث تضع هذه الدول كحجر زاوية ليس فقط الأوضاع الراهنة السياسية بل مشاريعها الوطنية في المجال المواصلات والصناعة والتجارة وغيرها وهذه المشاريع تأتي بالمنفعة طويلة الأمد للدول والشعوب وبالتالي فإن العلاقات والتعاون يجري ليس بالمنظومة الغربية وبالأسلوب الغربي وإنما بما يعود بالفائدة على كل البشرية وكذلك العالم متعدد الأقطاب وبالتالي فإن الانفتاح والمحاولة والسعي للوصول إلى النتائج يعتبر العامل المنافس الأساس في المنطقة الأوراسية وهذا ما يحدد وتيرة تنمية الاقتصاد وأود أن أذكر بأن التعاون التجاري بين روسيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي قد زادت إلى 13.7% وفي هذا العام قد وصلت 18.3% وبالتالي فإن العلاقات الاقتصادية سوف تستمر في تطورها فإن روسيا والشرق الأقصى منفتح على العلاقات الاقتصادية والتجارية وبدون ولا يمكننا أن لا نقيم هذا التعاون حيث يعتبر الشرق الأقصى 42% من الأراضي الروسية التي تنتشر عليها الغابات وكذلك الموارد الطبيعية مثل والألماس والمعادن وغيرها إضافة إلى ذلك فهناك الكثير من السكك الحديدية التي تصل بين أقاليم روسيا والشرق الأقصى وبالتالي فكما قيل بأن الشرق الأقصى سيكون بوابة لمستقبل روسيا وقد تحدثت منذ 10 سنوات عن أنه تطوير الشرق الأقصى وكما تحدث في بداية حديثي هو مهمة استراتيجية لكامل القرن 21 حيث تقوم الشركات الأضخم سواء الحكومية أو الخاصة بالعمل في هذه المنطقة إضافة إلى وضع الهيكل القانوني واللوائح القانونية لتطوير الشرق الأقصى إضافة إلى ذلك فهناك أولوية كذلك استراتيجية بالنسبة لروسيا وهي أفريقيا وعلينا أن نتحدث عن النتائج التي تم التوصل إليها في هذه المنطقة خلال 10 سنوات وقبل كل شيء في مجال الاقتصاد لتطوير المجمع الصناعي ولتشكيل فرص عمل جديدة ولذلك قمنا بوضع تمييزات في الضرائب وكذلك في الجمارك وإضافة إلى ذلك نرى كيف تتطور الاقتصادات في المناطق ذات الاقتصادات النامية في روسيا وإضافة إلى ذلك فإن نظام الامتيازات كذلك يعمل في جزر الكوريل وفي المناطق المتقدمة اقتصادياً
في روسيا، وهذا والمقصود هنا خفض الضرائب وغيرها من الامتيازات، لا أود أن أضيع الوقت هنا للتحدث عنها. إضافة إلى ذلك تم توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 7.7 تريليون روبل وحوالي 3.4 تريليون قد بدأت تأتي أكلها، إضافة لأنه تم تنفيذ مشاريع من مثل صناعة أو إنشاء المصانع، وخاصة مصانع الطاقة الغاز، وكذلك مصنع بناء السفن زفيزدا، وكذلك مصانع استخراج المعادن وكذلك الألماس، والمشاريع المهمة كذلك في مجال الزراعة في منطقة سخالين، وكذلك في مغادان مصنع الأسماك، وفي منطقة الأمور الكثير من المشاريع والتي تغطي حاجيات السوق الداخلية وكذلك الصادرات. وأود الإشارة هنا إلى أنه التنمية هنا قد زادت بثلاث مرات، فإن كانت منذ ثلاث سنوات مستوى الاستثمار 13% في كافة روسيا، فإنه في الشرق الأوسط 39%، وهذا يدل على وتيرة التنمية الاقتصادية في هذه المنطقة. كذلك إن المؤشرات الاقتصادية هنا تزيد عن متوسط المؤشرات في كافة روسيا، إضافة إلى أنه هناك الكثير من الأقاليم مثل سخالين وبريموريا والكوريل وبايكال وغيرها تدخل في أفضل المدن وأفضل المناطق اقتصاديا، وأن النتائج والمؤشرات تتحدث عن بلسان حالها، فقد زاد الاستثمار والسكن في 1.3%، واستثمار واستخراج الذهب قد زاد إلى 1.6%، واستخراج الفحم إلى 2.8%. أنتم تتركون عما يدور الحديث، فكل هذه المؤشرات تزداد بأضعاف مضاعفة، وأن الإجراءات المتخذة في هذا المجال قد تمكنا من دراسة واستخراج فقط 35% من الحقول والبؤر المعادن، وبالتالي فكل ذلك يعطي ضمان لسيادة الدولة في المواد الخام، وكذلك لل مواد الخام لتطوير الإلكترونيات وغيرها، وكذلك الابتكارات العلمية وتنفيذ على مستوى كبير المشاريع التنافسية سواء في الشرق الأقصى وكذلك في روسيا بشكل كامل. وهناك مشروع هو التنمية البيئية، ولذلك أطلب من الحكومة بالاستمرار في دراسة البيئة الجيولوجية للشرق الأقصى. إضافة إلى ذلك فإن القطب الشمالي الأركتيك ليست معروفة فقط بمعادنها ومواردها الطبيعية، ولكنها تسمح كذلك بأن نمضي قدما في استثمار الموارد الطبيعية في هذه المنطقة واستثمارها خاصة في الشرق الأقصى. لذلك لا بد من تحسين الظروف
لإجراء الأعمال والبزنس في هذه المنطقة ورفعه على أعلى المستويات وتأمين الاستثمارات لتنفيذ المشاريع. وكذلك هذه الاستثمارات يجب أن تكون سواء لقطاع الأعمال الصغير والمتوسط وكذلك للشركات الضخمة. كما تعلمون بأننا قد أطلقنا على المستوى الفيدرالي آلية تمويلية لتنفيذ المشاريع الهامة بما في ذلك للمواد التكميلية وكذلك الصناعات التطبيقية والتكرارية للموارد الطبيعية. حوالي 2 تريليون روبل قد وضع في هذا المشروع في هذه المنظومة وهذه الآلية التمويلية لتطوير المناطق في الشرق الأقصى. وهناك كذلك 9 مشاريع تتطلب المليارات من الاستثمارات في مجال البناء والخدمات وكذلك صناعة الآلات. وهنا أود أن أؤكد بأن المواد البتروكيماوية والغاز وغيرها كلها صناعات ضخمة. وكذلك يجب القول هنا بأن معظم المناطق في الشرق الأقصى تبني البيوت وتفتح المجمعات الصناعية، ولكنها تعاني من مشكلة الاستطاعات والقدرات البسيطة، وهذه مشكلة. لذلك لابد من تحديث منظومة الطاقة في الشرق الأقصى، وبالتالي هناك ظروف مناسبة لإنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة. لذلك أطلب من الشركات بإيجاد ودراسة الأوضاع في هذه المنظومة، منظومة الاستطاعات والمنظومة الطاقة، ويجب أن تكون مدروسة لعشرة سنوات على الأقل. وإضافة إلى ذلك لابد من تمويل والاستثمار في هذا البرنامج. إضافة إلى ذلك فإن الأنابيب قوة سيبيريا وكذلك الأنبوب في من سخالين لابد من زيادة استطاعتها، وبالتالي هذه تعتبر مسألة عالمية بالنسبة لبلادنا لزيادة استخراج الغاز وتصديره. وهذا سيسمح ليس فقط بالعمل بشكل لين ومرن في الأسواق العالمية، وقبل كل شيء سيوسع مسألة توزيع الغاز إلى مناطق الشرقية مثل بورياتيا وغيرها، وكذلك تأمين الطاقة النظيفة لهذه المناطق. إضافة إلى ذلك في كامشاتكا سوف يجري بناء مخزن للغاز المسال، وبعد إنشاء أو إطلاق المشروع الناجح يمال في الأركتيكا يتم إطلاق مشاريع جديدة للغاز المسال مثل مشروع أركتيكا الغاز المسال 2 في الأركتيكا. وكما تعلمون هذا يجري بشكل جيد، وإضافة لذلك فإن هذا المسار أو هذا المشروع يتضمن مصنع لتسييل الغاز وليس له مقابل في العالم، حيث يستخدم التقنيات الروسية لتسييل الغاز حتى عام 2030 سوف تتضاعف نسبة إنتاج الغاز المسال لثلاثة مرات. وفي قاعدة مورمانسك سوف يتم
استخراج الغاز وتسييله، وهذا سيعطي إمكانية كبيرة للمناطق الشرقية، وإضافة سيعزز السيادة الاقتصادية والصناعية لروسيا. كما تعلمون فأنه تصدير هذا الغاز سوف يتم بناء أنبوب خاص، وأنا أتمنى من أن الشركات الآن تستمع إلى كلامي لحتى لتتنافس من سيقوم ببناء هذا المشروع الهام وفي منطقة مورمانسك والكوريل. وهناك الكثير من المبادرات الهامة في الشرق الأقصى ومنطقة الأركتيك، حيث تحتاج هذه المناطق إلى شبكات مواصلات وفتح ممرات جديدة للشحن. المكان الأهم يحتلها الممر شمال جنوب، حيث يتم شحن 34 مليون شحنة، وسوف يزداد على المستقبل القريب. إضافة إلى ذلك سوف يتم بناء المطارات والميناءات لحتى عام 2030.